عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نحن هنا في أرض المعارض، معرض الرياض الدولي للكتاب. هذا المعرض الذي يشارك فيه عدد كبير جدا من دور النشر والمؤلفين والجهات الحكومية. خلونا نشوف من داخل هذه الحلقة من يكون معنا وماذا لديهم من مطبوعات ومن خدمات يقدمونها. الأستاذ وائل هنيدي أحد المؤلفين المبدعين وأيضا العاملين في شبكة المجد، كل برنامج يشارك فيه يضع له بصمته الرائعة بقلمه الرائع وخياله الواسع وخياله أيضا المبدع والإبداعي، الخيال الإبداعي. الأستاذ وائل هنيدي مشارك في معرض الكتاب، معرض الرياض الدولي للكتاب، بعدد من الروايات، بعدد من الكتب. حدثنا عن هذه الكتب وحدثنا عن مدى إقبال القراء لهذه الروايات. بداية أشكر حضور فريق قناة المجد لتغطية فعاليات المعرض ومواكبتها دايما للأحداث والفعاليات المهمة في المملكة، وأشكرك على خاصة أخي عبد العزيز وللشباب اللي موجودين خلف الكاميرات، وأقول إن أنا هنا يعني ابن المجد وممثل ليها، وقلمي ما زال الحمد لله يعني يحمل توجهات وقيم المجد. واما بالنسبه للروايات فدايما يعني في دار روايه بنحاول ان احنا يكون لينا خط، وهو الكتاب الهادف النقي البديل للروايات الهدامه الغير مفيده اللي بتضيع وقت القارئ. والحمد لله انا ليا اكثر من 30 روايه موجوده هنا في الدار، للبداية من 5 سنوات الى 50-60 سنة يعني. ما شاء الله تبارك الله. ففي روايات للناشئة وروايات للأشبال وروايات للشباب بقى بوجه عام. وهذا ما رأيناه من هم يأتون يعني لطلب روايتك، يعني رأينا ما شاء الله جميع الفئات، منهم صغار، منهم أطفال، منهم شباب، منهم كبار في السن، نساء، رجال، أمهات، آباء. هذا حاجة جميلة وتدعو أنه هذه الرواية ليس فقط مخصصة لبعض الفئات العمرية. أبغى أسألك وش الروايات اللي ممكن أو تم تدجينها من خلال المعرض؟ آخر رواية لي هي رواية السلطانة، وهي رواية أنا دايماً كان الجزء الأول منها الأميرة عائشة، والجزء الثاني الأميرة مريم، وده الجزء الثالث اللي هو السلطانة. نفس البطلة اللي هي بترجع الماضي من خلال رؤى، وهتعيش بقى في دور السلطانة اللي هي والدة محمد الفاتح، والقصة أو الأبطال في الماضي ليهم ارتباط بالأبطال في الحاضر، يعني في أبطال كمان في الحاضر ماشية في نفس السياق الأحداث، فهتلاقي في إثارة ما بين الانتقال بين الماضي وما بين الحاضر يعني. أكيد بما أنه أنت من كتب أكيد بيكون في إثارة. عطنا بعض من بشكل سريع بعض من المؤلفات اللي ألفتها. في ساحر سكنوبد وهو 4 أجزاء، أنا بس السنة دي ما قدرتش أن أنا أنتهي من الجزء الخامس ليه، والجزء الثاني ليه الهروب من الجحيم وشعب التيه وبوابة أورشليم. ما شاء الله تبارك الله. قلمك دائما وأقول أن قلمك لا يجف من الإبداع، وفقك الباري أستاذ وائل. شكرا. الله يعطيك العافية. وأنا بس عايز أقول حاجة، أن قلب الكاتب زي البئر يعني، فدايما البئر بيشرب منه الطفل وبيشرب منه الكبير وبيشرب. المهم في النهاية تكون مياه نقية وعذبة إن شاء الله، تكون الكتابات نالت استحسان الناس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع والقائمين عليها، وشبكة المجد برضو اللي وقفت جنبي ودعمتني كمان بتطبيق هادف شهر مجانا.
أيضا من أرض المعارض معرض الرياض الدولي للكتاب، عدد كبير جدا زي ما نشوف ما شاء الله تبارك الله من جهات حكومية والرئاسات والمظلات الرسمية اللي مشاركة بعدد من المطبوعات، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء مشاركة بجناح تقدم من خلاله بعض المطبوعات بعض الأشياء اللي تقدمها للزوار، الأستاذ عبد الله بن سعد العجلان مدير إدارة توزيع الكتب بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، حياك الله. الله يحييك وحياكم الله. سعيدين بلقياكم وكذلك بزيارة هذا الجناح، ودنا تحدثنا عن هذه المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب. الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء تشارك في معرض الكتاب الدولي كل عام، وتعرض فتاوى اللجنة الدائمة، فتاوى الشيخ بن باز، ومجلة البحوث الإسلامية، وجميع الكتب الشرعية التي تصدر من الرئاسة كل عام. ولدينا عدد من الكتب التي توزع في الجناح توزيع مجاني، وفتاوى بن باز، والكتب الرسائل الصغيرة التي تحتوي على معلومات في الشرعية وجميع الأمور الدينية. الرئاسة متخصصة في الفتية، ولديها فتية الشرعية وفتية الطلاق، وكذلك الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء للإفتاء بالأمور المستجدة في على الصعيد الجديد. على نعم، رأينا بعض يعني بعض المقاطع بعض الأشياء الكتب كذلك المواقع الإلكترونية، ما شاء الله تبارك جناح مميز. الأستاذ عبد الله بن سعد العجلان مدير إدارة توزيع الكتب برئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، شكرا لك. شكرا، حياكم الله. ما زلنا متواجدين في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء من خلال هذا الجناح اللي يقدم عدد من الخدمات. يعني سمعنا بأنه تم إطلاق موقع للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، الأستاذ وليد بن محمد السعدون من الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، حدثنا عن هذا الموقع. موقع الإفتاء الله يحفظنا وإياكم يشمل خدمات عديدة، من أولها هو الرد على الفتاوى، فتاوى إلكترونياً في موقع فيه أيقونة فاسألوا أهل الذكر، يدخل المستفتي ويكتب السؤال، بعد ذلك يعرض على أعضاء الإفتاء، ثم يأتيه الرد من الغد أو قبلها كذلك. كيف يأتيه الرد؟ من خلال مشاركة على إيميله، على إيميله مباشرة. نعم، كذلك عندنا طلب الكتب، الإنسان خارج الرياض يبغى يطلب كتب من الإفتاء نتائجها، فإنها يطلب الكتب، يدخل على اللوكيشن ويسجل جميع بياناته، بعد ذلك تتصل به إدارة توزيع الكتب ويأخذ كتبه أو ترسل له شحنا. أيضا وش الخدمات اللي تقدم خلال هذا؟ كذلك فتوى الطلاق، كذلك الآن يفعل في الموقع فتوى الطلاق، ممكن الإنسان يكتب فتوى جاهزة ثم بعد ذلك يأتيه الرد عليها. الآن حنا في زمن السرعة وعصر السرعة، هذا صحيح. نعم نعم، نسمع كثير في عدد من الناس اللي يشتكي يقول يا أخي أنا ما أجد شيخ أتواصل معه، ما أجد من يفتيني، أو المشايخ ما يردون علينا، أو الآن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء مسهلة لك هذا كله، عندهم موقع في مباشرة. نعم. يدخل عليه، عطنا اسم الموقع. اسم الموقع اسمه الإفتاء.com، الإفتاء.org.sa، الإفتاء.gov.org.sa، أو في محرك البحث ممكن يكتب الإفتاء، الإفتاء يطلع له الموقع مباشرة. كذلك يدخل في، كذلك عندنا لوكيشن ممكن يسجل ويصير مستخدم يعني للموقع، يعني تأتيه الفتاوى وتأتيه كل شيء عن طريق صفحته في نفس الموقع. لذلك الإفتاء يعني حريصة أنها يعني تسابق الزمن مع الناس، لأننا نحن يعني نسعى أن نوصل للناس حتى في بيوتهم، لأن مثل ما تفضلت أن الآن الناس تبحث تبغى الشيخ يفتيها، ونحن لا نريد أحد يتصدر إلا مشايخنا وعلمائنا الذين هم ربطوا بالدولة وربطوا بال. حتى البرامج يعني برامج الإفتاء قد تكون قليلة، يعني مثل برنامجنا جواب الكافي على قناة المجد اللي يجاوب على أسئلة، كذلك استضافة المشايخ من الهيئة العامة للإفتاء. للأمانة خطوة مميزة، ونقول الله يوفقكم ويعينكم ويسددكم، شكرا لك. الشيء الثاني عندنا حسابات التواصل الاجتماعي مثل البريد الإلكتروني، لابد يكون حق الدخول بخطوتين. ليش؟ عشان لو واحد عرف كلمة المرور ودخل بتجي رسالة على الجوال، أنا أصير عرفت الآن في محاولة دخول، أغير كلمة المرور وهو ما هو قادر يدخل. المادة اللي أنا أرسل أنتبه له،
اللي أسوي له ريتويت، اللي أسوي له حتى تفضيل، إذا كانت مجرمة بموجب النظام فأنا بدفع في العقوبة. التعاون لما يكون مجموع يتعاونون كلهم يأخذون نفس الحكم إذا وقعت الجريمة، إذا ما وقعت الجريمة يأخذون بما لا يزيد عن نصف الحكم، المحرض والمساعد والمتفق. فلازم ناخذ احتياطاتنا في المسائل هذه كلها. الابتزاز جزء من الجرائم ذي، الابتزاز جزء من الجرائم المعلوماتية، الإرهاب جزء من الجرائم المعلوماتية. طبعا نتكلم عن اللي يستخدم فيه الكمبيوتر أو شبكات التواصل الاجتماعي أو انترنت. كل ما فيه مساس بالحياة الخاصة والنظام العام والقيم الدينية والأداب العامة كلها تصور أحد بدون إذن وتنشره له حق المطالب، وتصل عقوبته إلى سجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال حسب المادة ونشرة وتأثيرة وللشخص المتضرر المطالبة بحقه الخاص. لما نتكلم عن عقوبات هنا العقوبات تروح للمالية، لكن أنت كشخص متضرر لك المطالبة بالحق الخاص، تقول أنا تضررت بموجب التضرر الأضرار التالي 1 2 3 أطلب تعويض خاص بالشيء الفلاني، وتحدد وش الطلب اللي أنت به. هذه كل أشياء مهمة. الصغار، الصغار عندنا لما يدخلون على شبكة الإنترنت لازم نعلمهم أي ساعة أي شيء تعرضون له لازم يبلغون نحن الكبارين، ما نخلي المسألة مفتوحة لهم لأنهم ممكن تصرفون تصرف يوديهم مشاكل. الشيء الثاني، أي واحد يطلب منكم، سمعت يا شباب، أنت ما أنت من الاثنين الصغارين، أنت الكبارين عفوا، أي واحد يطلب منكم أسماءكم أو بيانات أو وين تدرس أو وين ساكن أو وين بيتكم لا تعطيه، يجمع معلومات كثير وبالأخير يبتز، ينقلب عليك بمشاكل، يسوي لك أشياء طويلة عريضة ما تدري وين بدايته وين نهايته. فأنت خليك بس علاقة مع علاقة لعب، تلعبون وخلصوا اللعب. شيء مهم، ما تكثرون اللعب، تخلون لعبكم محدود، عندكم نمو عصبي عضلي بدني بشكل عام، تلعبون فترة تفصلون، تلعبون فترة بعد ما تخلصون واجباتكم المدرسية ولا تفوتون الصلوات، والباقي اسمعوا أهلكم واشتغلوا معهم على الشيء اللي ما يضر. يا هلا ويا مرحبا، ما زلنا مواصلين هذه التغطية. نحن هنا في معرض الكتاب، معرض الرياض الدولي للكتاب. لا يخفى عليكم أهمية مشاركة الجهات الحكومية بتقديم بعض من الخدمات اللي تقدمها للزوار وكذلك مرتادي المعرض. الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الرئاسة اللي أسأل الله أن يوفقهم ويعينهم ويسددهم ويكتب أجورهم، شاركت بعدد كبير جدا من أمور وقائية، من أمور توعوية، من أمور خدمية وكذلك علاقاتية، بعرض من المطبوعات والكتب المؤلفة، في كتب من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، كذلك كتب الصوم وحكم الصوم، كذلك هذا الكتاب لجريمة الابتزاز الذي ألفه معالي الرئيس العام لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر عبد الرحمن السند، كذلك عدد كثير جدا من الخدمات التي تقدمها من خلال هذا الجناح. أيضا خدمة هذه الفئة الغالية علينا، فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي القدرات الخاصة من فئة الصوم، كذلك الفئات الأخرى، كذلك من الأمور الجميلة من خلال هذا الجناح تقديم عدد من الخدمات التوعوية للأطفال، لكبار السن، ممن واجهتهم مشكلة من أمور الابتزاز، عافانا الله إياكم من هذه الأمور. جناح الرئاسة العامة للهيئة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في معرض الكتاب، مشاركة بهذا الجناح المتكامل الخدمي الذي يقدم أشياء جليلة وأشياء كبيرة جدا. أسأل الله أن يوفقهم ويعينهم على ذلك. حياكم الله، ما زلنا من أرض المعارض، معرض الرياض الدولي للكتاب، هذا المعرض الجميل الذي ينشر العلم والثقافة، وعدد كبير جدا من الزوار الذين يرتادون هذا المعرض ويقتنون عدد من الكتيبات من أعرق المكتبات وأقدمها في المملكة، مكتبة ملك عبد العزيز. هذه المكتبة التي ارتبط اسمها باسم المؤسس طيب الله ثراه الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، الأستاذ تركي القاسم من مكتبة الملك عبد العزيز. حدثنا عن هذه مشاركة في معرض الكتاب، مشاركة مكتبة الملك عبد العزيز. حياكم الله، أول شيء في جناح المكتبة الملك عبد العزيز العامة،
مكتبة كابتن عبد العزيز العامة من أهم المكتبات اللي تشارك في معرض الرياض الدولي والمعارض بشكل عام، لكن خاصة معرض الرياض الدولي من أول بدايته إلى النسخة الحالية 2018 وهي مشاركة متواجدة بإصداراتها بالمقتنيات التي تملكها المكتبة العامة. ما شاء الله تبارك الله، يعني عدد كبير من المشاركات منذ بدأ هذا المعرض وأنتم تشاركون من سنوات قديمة. السنة هذه في شيء غير يعني تقدمتوا من مطبوعات من أشياء؟ نعم، السنة هذه عندنا موسوعة خاصة بالطفل تتكون من 9 مجلدات تثقف الطفل عن المملكة العربية بشكل عام كاقتصاد وكتاريخ وكعادات وتقاليد وكذا، يعني الطفل إذا قرأ هذه بإذن الله يكون عارف أشياء كثيرة عن الدولة السعودية الثالثة وش الأشياء اللي متواجدة بهالدولة بأسلوب بسيط للطفل وجدا محبب والشرح وبالصور بكل حاجة. طيب خلينا نتحدث عن المكتبة هذه، مكتبة الملك عبد العزيز، وش تحتوي هذه المكتبة من عدد من مؤلفات ومطبوعات وكذلك تاريخ هذه المكتبة؟ المكتبة بشكل عام هي كمكتبة تستقبل الرواة، تستقبل الباحثين، تملك المكتبة ما يقارب أكثر من 2 مليون كتاب شاملة، وأيضا المكتبة لها إصدارات خاصة فيها غير العدد هذا يعني، وأيضا المكتبة عندها مراكز خاصة بالعملات، عندنا عملات تاريخية، عندنا مخطوطات تاريخية، عندنا خرائط خاصة تاريخية، وعندنا صور أيضا للملك المؤسس وللدول السعودية، وكل هذه نعم داخل هذه المكتبة موجودة، بإمكان أي أحد من الرواد إذا شرفنا في المكتبة يحصل على هذه الأشياء، إذا احتاجها في بحث، احتاجها في رسائل ماجستير، رسائل دكتوراه، المكتبة فاتحة أبوابها للجميع من طالب الثانوي أو المتوسط إلين طالب الجامعة أو الدكتوراه، وأيضا المكتبة تهتم بالطفل، فالمكتبة عندها ركن خاص بالأطفال ونادي الأطفال يقدم اشتراكات سنوية للطفل، وفي من خلالها يقدم كل شهر قصتين أنت تحددها للطفل اللي عندك بالبيت على حسب الفئة العمرية، على حسب الأشياء اللي هو يحب يقرأها وقريبة من نفسه. هذا الجانب الأطفال، خلنا نجي لجانب الكبار أو جانب الشباب، وش نوع المطبوعات اللي تقدم؟ يعني هل هي خاصة بالتاريخ أو خاصة بالمملكة العربية؟ عندنا مطبوعات خاصة بالتاريخ، عندنا مطبوعات خاصة بالإدارة، بالقانون، أنت عارف المكتبة عامة يعني شاملة جميع الكتب، أنا قلت لك يعني يستفيد منها الباحث، يستفيد منها القارئ، يستفيد منها الطالب، فهي متاحة للجميع، فأي نوع من أنواع الكتب في أي تخصص راح تلقاه في المكتبة، من الحاسب، من القانون، من الإدارة وهكذا. نحن هنا